جميعا من نواب الحياه خطر يهدد بلادنا، يهدد امن استقرارنا، يهدد الاقتصاد، يهدد المسار الديمقراطي في تونس. ولذلك يجب ان نكون كلنا يد واحده في مواجهه هذا الخطر وفي باذن الله القضاء على هذا الخطر، ولكن نحتاج الى استراتيجيه كامله وشامله. نحتاج ان تكون هناك خطه واضحه، والجانب الامني او الجوانب الامنيه هي ضروريه بدون شك، ولكنها لا تكفي لمعالجه هذا الخطر ولمعالجه هذه الظاهره. انا وين نضرب على الفكره هي اولا بسط الامن ومقاومه الارهاب، اثنين هي كل ما يتعلق بالتنميه وبايجاد المحفزات ورفع العراقيل امام الاستثمار الخاص والعام وايجاد الاصلاحات اللي تخلي الاقتصاد يتحرك باش يولد مواطن الشغل باش يصير انتاج باش تتحسن الظروف بصفه عامه. العنوان الثاني هو الاقتصادي والاجتماعي. التحدي الثالث هو التحدي السياسي المتمثل في اننا نبني بلدا ديمقراطيا عنده ثقافه ديمقراطيه، عنده مؤسسات، عنده انتخابات، عنده دستور، عنده اليات لنقول انه بلد ديمقراطي وفيه الحريات وحقوق الانسان مصانه محترمه ومقننه ولها مؤسسات تحميها وتدافع عنها وتنميها وتنشر ثقافتها بين كل الاجيال. العنوان الرابع هو كل ما يتعلق بايجاد التسويات مع مظالم الماضي. هذا خاص بالبلدان اللي تعمل عزاله الانتقاليه والا يكون عاشق ثوره، واحنا عشنا ثوره ونعملوا عداله الانتقاليه، تم بلدان عملت عداله انتقاليه من غير ما تكون مرت بثوره. لما وقع اعتداء على دين او التحرش بدين او بحضاره ولد ارهابيين وولد غلاة متطرفين. هذاك علاش نسعد ودور الامم المتحده وشعاراتها في انه لازم يتم حوار بين الحضارات مش صراع ونزاع، لازم يتم تفاهم بين الاديان، لازم يتم تعايش بين الاديان والشعوب والحضارات مش نزاع وحرابه. بمعنى الثقافه هذه المعاني هذه بين الدول وبين الحضارات تماما كما هي داخل الشعب الواحد مساله ضروريه. ما زالت الدول المجاوره لنا تعيش حاله من الانفلات، ماهيش قادره باش تضبط الشيء اللي قاعد يصير على تراب على عكس تونس اللي لاباس. الارهاب احنا عملنا عليه هجوم من فتره طويله، من 2013 بدا الهجوم على الارهاب، قاعد يندحر وقاعد يتاخر قاعد يفرفض، فكت معناها الاليات نتاعو طرق التمويل نتاعو، تعرفت بنيته تعرفت عناصره، وبالتالي لازمنا شيء من الوقت باش نكملوا نقضوا عليه. هذا في مستوى الارهابيين اللي يواجهوا فينا اليوم، لكن في مستوى حمايه بلادنا ووقايتها من الارهاب لازم تستمر الجهود نتاع المقاومه والجهود نتاع التعاون الدولي والاقليمي على خاطر انهم شبابيين شرط يكونوا في تونس، وبالخصوص لازم جهد كبير على مستوى الثقافه والخطاب الديني والتربيه من الروضه للمدرسه الابتدائيه فالثانويه فالتعليم العالي فالاعلام بصفه عامه باش يبدا الشعب يولي في المأمن من ان يقع استغلال حاله احباط قد يمر بها او ازمه نفسيه يمر بها او فقر او شيء من هذا القبيل، ان يقع استغلال اسقاطه في الارهاب وفرض التونس. ان شاء الله نوصل حق هذا لانه جزء منه هو اقتصادي وثقافي واعلامي، يعني هو التنميه بصفه موسعه، وجانب منه هو العسكري الامني والقضائي اللي احنا تو متقدمين فيه ان شاء الله. سي عنيس كونتور وزير الداخلية قبل على مستوى اليوم نحكيو حتى فما شكون يحكي على عملية إرهابية في سوسة معناها متوقعة، على مستوى العمليات الاستباقية وعلى مستوى الآليات الموجودة اليوم بوزارة الداخلية هل قادرين فعلا أن نجابوا الظاهرة هذه ولا لا؟ على كل حال القدرات التونسية من الثورة وهي طالعة، قدراتنا الأمنية حجم التنظم المؤسسه الامنيه وامكانياتها وكفاءاتها وقدراتها الاستعلاميه اللي عملتها في جانب منه مقاومه الارهاب هي حرب سلاح وهي حرب معلومات ايضا. مازال حوالي شهر على المؤتمر القطاع الارهاب، والى حد الان حتى اللحظه هذه لا نعرف سواء كقياديين في احزاب ومثلا في المجلس او كناس خدمت على الموضوع هذا
قدمت فيه مقترح لاستراتيجيه وطنيه سنه 2014 طرحت عليها بعد. الى حد هذه اللحظه ماناش عارفين شنو باش يصير في المؤتمر الوطني لمقاومه الارهاب. باش يصير مؤتمر وطني لمفتاحه الارهاب، الهدف مش الخطب اللي باش تصير في النهارين بتاع المؤتمر. الهدف هو الخروج باستراتيجيه، والاستراتيجيه ما تخدمش في نهارين. لجنه تحضيريه تبدا تخدم وتقعد اشهر تخدم على الموضوع هذا. والحقيقه انا قلت للسيد حبيب السيد في اكثر من مناسبه ثلاثه مرات، مره بعد باردو، مره قبل جمعتين من سوسه، ثم بعد سوسه. وقلت له سي الحبيب راهو جا الوقت باش تبدا تخدم لجنه تحضيريه هذيا. ما نجموش نعملوا استراتيجيه وطنيه مكافحه الارهاب في نهارين، ما نجموش نعملوها في شهر، ما نجموش نعملوها زاده اذا كانت جاله مقترح خطه استراتيجيه لمكافحه الارهاب تخدمت في 2014. فما حاسمه تواصل الدوله. نعيش اليوم ارهاب تونسي محض، لكن فيه تقاطعات دوليه، فيه تقاطعات اقليميه، ونشا هذا الارهاب يعني حسب اسباب وتطورات. يعني بلادنا شهدت خمسه موجات من الارهاب تعقبت، وكانت الموجه تاتي وتضمحل لوقوف بحزم في وجهها، ثم تعود من جديد وتذهب، الى حد ان خير التونسيين قبل الثوره بان الارهاب لا ياتي الا للاخرين. سنه 1980 كانت اول حادثه مع الارهاب، مجموعه ارهابيه تدخل الى قفصه تحاول قتل النظام، عديد من الشهداء، يعني احتلال مراكز امن وشرطه وثكنه عسكريه، ثم يبدا التدخل قوي وحاسم وتنتهي المساله. الموجه الثانيه كانت في سنوات 80، عندما ساءت العلاقه بين حركه الاتجاه الاسلامي وسلطه النظام القائم بورقيبة، وقعت هناك بعض التجاوزات وبعض الاعمال، ثم انتهت بالمحاكمات وتمت السيطره لمده 11 سنه على هذه المساله. ثم جاءت سنه 2002 2005 عمليه في جربه ارهابيه، وعمليه يعني مركز سندس الامني للحرس الوطني، حيث دخلت مجموعه من الجزائر قضت على كل من فيه، ومنذ ذلك الحين وضعت ترتيبه امنيه بالتنسيق مع الجيش الوطني لاعاده تاهيل المراكز والنظام في كيفيه التنسيق العسكري الميداني. سنه 2006 2007 مجموعه تمركزت في جبال عين بورنق واخذت الملاذ، واستطاعت ان تهيئ للقيام بعمليات، تدخل الجيش والامن بسرعه، وتم القضاء على عناصر هذه المجموعه بين جبال سليمان وعين بورنق، والقي قبض على البعض منهم احياء فحوكموا. لكن بعد الثوره واثر العفو التشريعي العام خرج هؤلاء، ووجدنا العديد منهم يحملون السلاح في وجه الوطن في الروحيه وفي برعي بنخليفة وكذلك في الشعام. الموجة الخامسة والأخيرة هي 2011-2015، أكبر الموجات يعني ربما على مستوى العمل الميداني، أكثر الموجات التي أثرت على تونس سياسة واقتصادا وتنمية ومسار، هي أكثر كذلك الموجات تأثير حتى على المستوى الدولي. إذن انطلاقا من الروحية بعلي بن خليفة 2012، اغتيال سياسيين 2013، منزل بورقيبة، الشعامبي 2013، جندوبة، برج الوزير 2014، باردو، المغيلة، سوسة، قفصة 2015، إذا أحداث كبيرة. هناك نسق تصاعدي منذ 2011 إلى 2015. إذا كيف تم ذلك؟ هناك تيار إسلامي متشدد عقد أول اجتماع له في القيروان في 20 مايو 2012، جمع قرابة 5000 شخص، تم الاعتراف بعدة أحزاب سلفية، حزب إسلامي راديكالي، هناك تمشي يعني في إطار الحريات في هذا النظام يعني الديمقراطية، تم سماح لعديد الأشياء، لكن أنا أتفطن بأن في هذه يعني ربما ما يسمح به هناك أشياء يمكن كذلك أن تشكل مخاطر. المؤسسات الرسمية سنلحظ أنها عديدة، وهي تقريبا أربعة، اللي هي دار الإفتاء بالأساس وتشرف عليها رئاسة الجمهورية، المجلس الإسلامي الأعلى وتشرف عليه رئاسة الحكومة، وزارة الشؤون الدينية بمؤسساتها المتنوعة، وجامعة الزيتونة التي هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي بمعهديها وبمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان.
أما قطاع المجتمع المدني فهو يعني فيه تيارات وتنظيمات دينية، وأهمها التيار الأصيل بن ظفرين الذي يعتبر نفسه امتداداً للخط الزيتوني والتدين التقليدي الأصيل. هناك أيضاً تيار حركي وأهم تعبيراته حركة النهضة، حزب التحرير، وربما بعض الأحزاب التي تكونت بعد الثورة وليس لها ربما يعني أتباع كثر. هناك التيار السلفي بمختلف تعبيراته، السلفية العلمية، المدخلية، السلفية الإصلاحية، السلفية الجهادية. هناك كذلك ما يسمى التيار الصوفي. هناك جماعة الدعوة والتبليغ وإن ضعف حضورها في السنوات الأخيرة. هناك الشيعة الذين لهم وجود في بعض مناطق الجنوب والوسط. هناك أيضا مدرسة تحديث الفكر الإسلامي التي لها حضور بالأساس في الساحة الفكرية. وهناك بعض الأطراف النقابية المتعددة، منها النقابة العامة للشؤون الدينية، النقابة الوطنية للأئمة. وهناك أيضا المجتمع المدني وجمعيات مثل الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وجمعية تونسية العلوم الشرعية وغيرها. نلحظ أن هناك تشتت في إدارة الفضاء الديني بين عدد من المؤسسات الرسمية، فهي لا تحتكم إلى رؤية موحدة، بل التنسيق بينها ضعيف والعلاقة بينها غير مؤسسة ومتقلبة وخاضعة لتقدير المشرفين عليها. معالجة ووضع استراتيجية تهتم بتأهيل الفضاء الديني بعد الاستقلال، بعد الدولة الحديثة، عندنا فترة العولمة، والفترة الثانية هي الثورة ومناخاتها، والفترة الثالثة هي ما بعد إنجاز والمصادقة على دستور البلد.